إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني في الله، فسنعيش مع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يبين فيها صلى الله عليه وسلم التقلل من هذه الحياة الدنيا. وهذه الأحاديث تكملة لدرسنا السابق، والفائدة من هذه التكملة تكمن في أمرين. الأمر الأول أن كلما شدتك الحياة الدنيا إلى أن تتنافس فيها وإلى أن تحصل ما لم يحصله غيرك، تذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يتنافس على الدنيا ولا يفكر من ركوبته أفضل ومن بيته أكبر ومن عنده أراضي. لم يفكر النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه هو القائل: لو أمرت جبل أحد أن يصير ذهبا لصار، ومع ذلك لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الآخر الذي تستفيده من هذه الأحاديث أنك إذا ابتليت بقلة العيش فأنت لست أفضل من نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد عاش مع قلة العيش، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فقيرا أي معدوما، وكان إذا جاءه المال سواء الساكت أو الناطق طوعه في خدمة الإسلام. كما سبق، ذاك الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر، وكان من قبيلة من العرب تحب الغنم ومعروفة بالكرم، تحب الغنم ومعروفة بالكرم، ولكنه كافر لا يريد أن يدخل في الإسلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت هذا الوادي من الغنم؟ قال: نعم. قال: خذه فهو لك. قال: ماذا تقول؟ قال: خذه فهو لك. رجل صحيح عنده كرم، بس ما كان يتصور ناس عندهم كرم بهذه الدرجة. فأخذ الغنم وساقها إلى قومه، فقال: أيها الناس، جئتكم من عند من لا يعطي عطاء إلا نبي، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قالوا: ماذا أعطاك؟ قال: أعطاني الوادي المملوء بالغنم. قالوا: نشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله. طوع ماله عليه الصلاة والسلام لإدخال الناس في دين الله أفواج. اسأل نفسك مالك، هل تطوعه لخدمة الإسلام؟ مثل هذا الدرس، إخوة لم يستطيعوا أن يأتوا بسبب المواصلات، هل تستطيع أن تحضرهم مثلا؟ هل تستطيع أن ترجعهم؟ هل تستطيع أن تجعل سيارة وقف لله تخدم طلاب العلم؟ باص 10 ركاب، 8 ركاب يا أخي، 5 ركاب وصندوق ورا، ما في مشكلة، خدمة لطلاب العلم. وين في درس؟ إخوة كثر يقول لك: والله ما احنا قادرين نيجي، أو تأخرنا في المواصلات، أو اليوم والله ما معنا أجرة المواصلات، أو والله اتغلب في المواصلات. طب حلونا هالمشكلة، فبيجعل باصي وقف. إذا اسأل نفسك، هذا المال الذي أعطاك الله إياه هل تفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟